دستور يكرس لدولة القانون اللي ما يتنحقر فيها حتى واحد، دولة القانون اللي يكون القاضي فيها مستقل يخضع فقط للقانون ولضميره فقط، دستور يحمي الحقوق والحريات الفردية والجماعية. إن شاء الله الحقرة والتهميش والإقصاء ما عندهمش مكان في الجمهورية الجديدة. إن شاء الله الحقرة والتهميش والإقصاء ما عندهمش مكان في الجمهورية الجديدة إن شاء الله.